يا جماعة بعيدا عن أخو الجهالة شوفوا ذو العقل بيتكلموا على الأهل إزاي وشوفوا الزميل محم... محمود محمد المحمودي زي... ازاي شاف بطولة الأهلي واللقب اللي الأهلي حققه في الانتر قيمته إزاي نسمعه كان موضوع عدم حقية الأهلي بإعلان إن هو خد بطولة معترف بها من الفيفا وإنه الأهلي العالمي في هذا السياق الحق انجاز لاول مره في تاريخ الانديه المصريه بالفوز ببطوله معترف بها من الفيفا عدم وجود احقيه والتشكيك في هذا الامر هي حاجه في منتهى السخافه مش ذنب الجمهور انه بعض الاشخاص ما يعرفش البطوله اسمها ايه قبل المباراه بايام المهندس هاني بوريدة اللي هو ايه اللي هو الراجل بتاع الفيفا ليه هاني بوليده المهندس هاني بوليده عامل حفظ الالقاب كان بيسلم الميداليات ليه؟ جدعنه؟ علشان ده ممثل الفيفا في هذه المباراه. عضو المكتب التنفيذي في الفيفا كان موجود في ارض الملعب بيسلم اللي للاعيبه الاهلي علشان هو الراجل بتاع الفيفا. السكور شيت اللي عليه مراقب المباراه وحكام المباراه والراجل اللي جاي مش عارف ايه وايه 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 وايه. مين الناس دي وجنسياتها ايه؟ تعالوا نبص. مسؤولي الفيفا في مباراه الاهلي والعين، المنسق العام غاري العمراني كندي، المنسق الاعلامي جوانا زيوس من, بو من بولندا، المنسق الامني من سويسرا هاني ابو ريده مندوب الفيفا في المباراه. ده اللي سيكتب في التاريخ انه اول فريق مصري كان موجود هنا. خد بطوله للفيفا من هنا. ولا شان لذلك باي تشكيك. يعني اما بقول لك شوف المحمودي سرد لك المسؤولين في الفيفا المسؤولين عن المباراه وان هاني ابو ريده مسؤول الفيفا في المباراه يوم يطلع البعض المدلسين يقول لك تصريح لهاني ابو ريده حضرت المباراه بصفتي واحد بيحب كره القدم ولا اعلم شيئا عن عن انها تبع الفيفا او الكاس يعني اللي هو سلمها طيب المحمودي وابراهيم فايق قال ايه مش بس في كده فكرة ان انا استغربت ان هناك من يشكك في ان البطولة دي تابعة للفيفا انتوا بتتهرجوا يا جماعة بجد بتهزروا ولا بتتهرجوا كم جد الناس تقول لك اصل البطولة ديت ماتش يعني ايه بطولة بماتش وايه اللي يعني ايه بطولة بماتش اذا كان ريال مدريد نفسه هيلعب بطولة كلها على بعضها هيقفل العداد بتاعها هو رايح اخر واحد بطولة بماتش كاس العالم للاندية بطل اوروبا بيروح يلعب له ماتش وشكرا هي نظامها كده هنعمل لها ايه يعني انا الحقيقه مستغرب لدرجه ان انا قعدت شك شكيت في نفسي يعني احنا عندنا التنظيم بتاع الترتيب كله مع الفيفا احنا كقناه نا... ناقله للحقوق اللي ليها علاقه بال... بالمباراه انا متعامل مع الفيفا انا متعامل مع الفيفا سيبك موقع الفيفا يا ما انا متعامل مع الفيفا انا اللي ببعت اقول لهم فلان وفلان 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 من عندي هنطلع التصريح من عندهم احنا اللي بنتعامل مع الفيفا احنا كقناه ام بي سي بنتعامل مع الفيفا علشان خاطر التصاريح بتاعتنا عشان الترتيبات التنظيم الناس تدخل الناس اللي تخرج الكاميرات كل الحاجات دي كلها. يا اخي يعني انت ما لفتش انتباهك للكسوة ولا اللي مكتوب عليه لا ما لفتش انتباهك الموقع وموقع الفيفا وموقع الم... ما لفتش انتباهك كل ده طب بدات انا كمان اشك في نفسي امال احنا كنا بنتعامل مع مين يا جماعه خلال الاسابيع اللي فاتت ديت؟ بس بصراحه يا استاذ ابراهيم انا ما توقعتش ان ابراهيم فاهم يبقى بالسذاجه دي ويضحك عليه. واحد عامل نفسه فيفا وهو مش فيفا هو بيقول لك احنا تعاملنا مع الفيفا ده واحد يا عم فيفتين ايه؟ ده واحد عامل نفسه فيفا وبيدي لك تصاريح وبيدي لك حاجات والراجل مش من الفيفا خالص انت هتفهم اكتر من الناس اللي, بت... اللي بتقول لك الكاس دي اسمها ايه وال صوره الكاس مكتوب عليها ايه يا استاذ ابراهيم مكتوب عليها ايه هو قال استاذ الراجل بيقول لهم هو انا اتعاملت ده انا بجوابات رايحه بيني وبيني بين الفيفا بشتري حقوق من الفيفا يقول ايه اكتر من كده؟ يعني هذا الامر لمن لا يريد اه ان يرى الحقيقه اللي انا بتوجعه ها؟ اه؟ خلاص بالعكس انا هطبطب عليه اقول له لا 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 يا حبيبي دي مش من الفيفا خالص واغمزك واقول لك يا استاذ ابراهيم تعالى نحتفل وننهي ننهي الامر والله بصوا يا جماعه ادي الصوره صوره التتويج والاحتفال القيمة يعني القصد في كل اللي انتوا شفتوه ده في الحديث عن أخو الجهالة يا جماعة اللي الأهلي عملوا إضافة كبيرة جدا لتاريخ الكرة في مصر دعاية كبيرة جدا للكرة المصرية صورة حضارية مشرفة جدا للكرة المصرية والأفريقية استحق عليها كل هذه التهاني والتبركات أي حد متضايق من إنجاز الأهلي ننصحه يحاول يلتزم الصمت شوية لأنه اللي بيحصل ده إنجاز كبير وإنت بتضغط على نفسك زيادة والنادي الأهلي باستمرار لما بيتعثر في بطولة أو في مباراة بيعرف يستفيق منها بسرعة لأنه طموحاته أكبر بكتير مما يتصور البعض الأهلي بيبني الحاجات كتيرة جاية فأعصابكم شوية وأنصحكم فعلا تلتزموا الهدوء والصبر